السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية خلونا نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. راح أحكي بهذا الفيديو عن طريقة قفل الملف الشخصي على حسابك على الفيسبوك، بحيث إنك تقفله بشكل إني ما حدا يقدر يفتح ويشوف شو عم تنشر إلا الأصدقاء اللي أنت موافق على طلب الصداقة تبعهم. الميزة الحلوة بهيدي القفل إني ما حدا بيقدر ياخذ لك لقطة شاشة للصورة الشخصية ولحسابك بشكل عام. طبعا مثل ما شايفين اعطاني شاشة سودة، ليش؟ لاني ما فيني اصور شاشة بعد ما اقوم بعملية قفل الحساب. هلا انا لاني كنت عم اصور كان مبين عندي، بس بعد ما صورت جيت فتحت الفيديو لقيت اني ما في صورة ابدا. ليش؟ والسبب اني عملية قفل الحساب تمت. ما بدي اطول بالشرح، اذا عجبكم الفيديو بتمنى تشتركوا القناة وتضغطوا على زر اللايك، لاني زر اللايك بيساهم بانتشار الفيديو بشكل اوسع. تابعوا معي الشرح للنهاية. مرحبا فيكم من جديد. لحتى نقدر نعمل هاي الميزة اللي حكينا عنها ببداية الفيديو، راح ندخل على تطبيق الفيسبوك. الفيسبوك تطلع لنا الصفحة الرئيسية بهذا الشكل، نروح على 3 شخوطة هون بهالزاوية، نختار تحت عند الإعدادات الخصوصية، فوت على الإعدادات. هون بالإعدادات نلاقي إن كلمة الملف الشخصي أو قفل الملف الشخصي غير موجودة. ضغطنا على الملف الشخصي فتنا عند 3 نقاط جنب الاسم. إعدادات الملف الشخصي كمان بنلاقيها غير موجودة. أول شي لازم نقوم بإظهار هاي الميزة لحتى نقدر نعملها. كيف نقوم بإظهارها؟ نضغط على الإعدادات الخصوصية مثل ما شايفين، ونروح على اللغة. بعد ما نضغط على اللغة، في لغة معينة فقط نقدر من خلالها نفتح هاي الميزة، ألا وهي هاي اللغة محل ما بدي أحط الإشارة عليها تحت كلمة ماليزيا. إذا انتبهنا هون عند الإشارة تختار هي اللغة لتليفونك. بس اخترت هي اللغة لتليفونك راح تقلب اللغة على اللغة اللي اخترناها. مثل ما شايفين صار التليفون بالعكس وتغيرت اللغة. نضغط على الملف الشخصي، نروح على 3 شخوط هون عند جنب إضافة القصة في 3 نقاط. ندخل عليها بنلاقي خيار القفل تفعل. إذا انتبهنا هون رابع خيار خامس، من هون ندخل عليها. بعد ما ندخل عليها تطلع لنا القائمة بهذا الشكل. نختار تحت بالأزرق، طلع لي إنه تم قفل حسابك، يعني بمعنى بالعربي بنضغط على كمان الأزرق من هون. إذا جينا نعمل إلغاء لهي القفل، يعني الميزة هيدي فينا نلغيها إمتى ما بدنا من نفس المكان اللي اخترنا منه القفل. نضغط عليها بيكون مكتوب إلغاء قفل ملفك الشخصي. نضغط على إلغاء القفل مثل ما شايفين هون، بيعطيني هاي القائمة. نضغط تحت آخر شي بالأزرق إلغاء قفل ملفك الشخصي. هيك بيكون تم إلغاء القفل على الحساب. كنت ما شايفين من له موافق، قمت بإلغاء قفل الملف، بنعطيه موافق. هيك بنكون لغينا القفل بعد ما قفلناه. يعني أي وقت أنت بدك تقفله بتقفله، أي وقت أنت بدك تفك القفل بتفكه. هذا كل شي بخصوص الشرح. إن شاء الله يكون أفادكم هذا الفيديو.